اليوم عندنا اللقاء ديال القطاع النقابي الاتحادي، وهو اللقاء اللي اخترنا انه دشينا به كنقابيين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه الدخول الاجتماعي للتداول في مختلف القضايا الاساسيه، سواء منها المؤطره للوضع الاجتماعي العام والسياق العام اللي كنعيشوا بلادنا، وايضا الاوضاع التنظيميه للواجهات النقابيه التي نشتغل من داخلها كاتحاديين. كنلتقي اليوم في هذا اللقاء الهام جدا في الحياه التنظيميه الحزبيه، واللي في هذا الصباح هذا استمعنا فيه الكلمه التوجيهيه ديال الاخ الكاتب الاول الاتحاد الشركي للقوات الشعبيه، واللي كانت كلمه في حقها فيها مجموعه من المحاور الاساسيه التوجيهيه للمناضلين والمناضلات. في البدايه تم طرحهم على ارواح ضحايا الزلزال اللي ضرب المناطق المغرب، فهذه مناسبه ايضا كنجدوا طرحهم على الضحايا، وكنتمناو الشفاء العاجل للأسر والجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم. كنتمنوا التضامن الوطني اللي عبر عليه الشعب المغربي ملكا وشعبا، التضامن مع الأسر ومع المناطق المنكوبة، واللي في حقها خلى اليوم واحد الانطباع إيجابي جدا عند كل المتتبعين عالميا وإقليميا لهذا الهبة ديال الشعب المغربي من أجل تجسيد قيم التضامن والتلاحم والتآزر، واللي هي ماشي غريبة على القيم المجتمعية المغربية. وطبعا الإجراءات اللي اتخذت اليوم على المستوى الوطني اللي أقرها صاحب الجلالة نصره الله في تهيئ ظروف ديال إعادة الإيواء ديال الأسر المتضررة جراء الزلزال، ثم تمكينهم من مساعدات شهرية، فهذه كلها إجراءات نتمنها وتمنها الأخ الكاتب الأول في الكلمة دياله، واللي طبعا احنا جزء من هذا الكيان التنظيمي اللي هو الاتحاد الشركي للقوات الشعبية، ما يسعنا إلا أن نخرط في هذا الاتجاه هذا وفي إطار هذه اللحمة الوطنية اللي كاينة. نلتقي اليوم محطة حاسمة وليست جديدة في الواقع، لأنه من الأعرف أننا نجتمع في قبل كل تنظيم مركزي بالحزب كاتحاديين كحزبيين. اليوم مجتمعين أعضاء المجلس الوطني الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاديين على أساس أننا نخرج بواحد تصور واضح يوم 23 شتنبير بفريق متكامل فيه جميع المواصفات ديال البديل الديمقراطي أو البديل الفيدرالي كما سمينا في التأسيس في 2003. احنا عندنا خيبة أمل الآن أننا الوضع اللي وقعنا فيه الآن، وأنه ولايتين اثنين بدون الحصول على العتابة، وبالتالي احنا خارج الحوار وخارج مجموعة ديال العلاقات التفاوضية للدفاع على طبقة الشغيلة طبقة العاملة وكذلك على النقابات الوطنية سميت. وبالتالي جينا اليوم باش نعطيه رسالة قوية للجميع لمجتمعنا بأن الفيدرالية الديمقراطية الشغل ما زالت حية وقوية وستبقى قوية. هذا هو الهدف علاش احنا مجتمعين اليوم باش نأسسوا هذاك المكتب المركزي قوي في غياب جميع ما نسميه احنا بالإرضاءات، وإنما اعتمادا على فريق تتوفر فيه الشروط ديال الكفاءة والقدرة على العمل الفيدرالي الديمقراطي للشغل. ونعتز كذلك أننا نجتمع اليوم بحزبنا الاتحاد الشركي للقوات الشعبية.